بسم الله. دلوقتي هنشوف مع بعض ازاي ارسم في برنامج المايكرو ستيشن. يعني فرض ان انا اقول له عايز ارسم سمارت لاين، سمارت لاين في الاوتوكاد اللي هو البولي لاين. هقول له انا عايز ارسم سمارت لاين وهبدا ارسم اللاين بتاعي عادي اهوت، مفيش اي مشكله خالص. طيب لو انا عايزه يرسمها لي براوند اللي هي بيسموها فيلت في الاوتوكاد، اهو بحدد الزاويه بتاعتي، الزاويه اللي بتاعت نص القطر ديت اهيت اهي. ممكن اقول له مثلا خليها لي 2 اهيت. طيب ممكن اقول له انا عايزها تشامفر، هرسم لي خط وليس قوس بين الاثنين. وممكن اقول له انا مش عايزهم الخطوط تبقى جوين مع بعض، اقول له لا خليها لي شوية. تمام. طيب ممكن اقول له انا عايز ارك قوس، فيبدأ يعملها لي على ايه قوس، بيقول لي حدد لي نص القطر، بدي نص القطر وابدأ احدد الزاوية بتاعتي، ابدأ احدد همشي يمين على الشمال وامشي قد ايه اهوت. انا كده حددت نص القطر، وبعد كده بحدد انا همشي مثلا قد كده وخلاص. تمام. بدوس زر كليك عشان اخرج من الرسمه اللي انا رسمتها. عندي بعد كده لاين ابدا امشي بحريتي. تمام. طيب لو انا عايز مسافه محدده بقول له المسافه ديت واكتب المسافه اللي انا عايزها اهو، بيديني المسافه. يعني هو مثلا ده 60 سنتي مثلا او 60 متر، فامشي زي ما انا عايز 60، بحدد انا الزاوية. او ممكن اقول لا انا عايز هي الزاوية ثابتة وابدأ اكتب له الزاوية هنا. تمام. او ممكن اقول له انا الزاوية ثابتة بس سيبني انا احدد انا الطول. تمام. ممكن تكتب اللي انت عايزه. تمام. ده عشان ارسم اللاين. طيب لو انا عايز ارسم اتنين مع بعض، خطين مع بعض، بقول له مالتي لاين وابدا احدد المسافه بتاعتهم. لو انا عايز احدد الانجل، الزاويه بتاعتها، الستايل سكيل، وابدا بعد كده امشي زي ما انا عايز. ممكن ده طبعا انت مش بترسم بيم يعني مش بت... فممكن ده مثلا تكون انت بترسم حائط او بترسم ضغط او بترسم كهرباء او بترسم بايب، مفيش مشكله. تمام. لان هو الاوتوكاد مجرد بس خطوط، او المايكرو ستيشن مجرد خطوط. تمام. وبعد كده ده هنا ممكن تحدد بعض النقاط، اكتف بوينت. خلصت الخطوط، خلصت النقط بتاعتك، مش عايز تاني، بتدوس ايه رايت كليك. تمام. ده البول لاين. ببدا اقول له ممكن طبعا حر مع نفسك تحط في اي نقطه، وممكن تلتزم بان انت النقط اللي انت حطيتها من شويه. اقول له بول لاين من هنا لهنا لهنا وكده، يبدا يعمل لي البول لاين بتاعي. لما احس ان انا خلصت البول لاين بدوس رايت كليك، يرسم على اخر حاجه انا رسمتها. تمام. وهكذا كل الادوات هتلاقي ان هو بيديني المربع دوت، بيبدا يديني اختيارات انت عايز ترسم مستطيل عادي ولا عايز تعمل له روتيت، تديله ميل ليه. كل الاشكال بيبدا يديني شويه خصائص، وانت لو دست الكيو هيطلع الحاجات دي، لو دوست ال W هتطلع الحاجات ديت. يعني كل مجموعة ليها اختصار معين. يعني لو دوست ال T هيبدأ يديني التاشتاج والحاجات ديت. لو عايز تكتب كتابات هتدوس ايه، فيبدأ يقول لك الحاجات الخاصة بالكتابات، الحاجات الخاصة بالسيركل والإليبس والحاجات ديت هي اختصار حرف ال E. دي شوية أدوات بتساعدك. طيب أنا عايز أعمل سيلكت على الحاجات دي كلها، تيجي هنا بتلاقي element selection، ممكن تروح معلم على كل حاجة. وبعد كده لو انت عايز تلغي، عندي هي ديت ديليت، بروح دايس ديليت يلغي لي كل الحاجات اللي احنا لسه عاملينها من شوية.